مرحبا، أنا صبرين موسى من برنامج ساعة قصة ومسرح. أوه، وأنا زيزو صديقة لصبرين، دايما دايما بكون معها. مظبوط. تعرف يا زيزو، بدي أحكي لك شغلة وعني وأنا صغيرة. وأنت صغيرة؟ احكي احكي، أنا سامعك. وأنا صغيرة يا زيزو كنت حابة كثير كثير يكون عندي بالبيت كلب صغير. كلب صغير؟ قلت لأمي وأبوي يجيبوا لي كلب. شو خلوا لك؟ أمي قالت مستحيل مستحيل تجيب لي كلب. اه؟ وأبوك شو قال؟ أبوي قال إنه حاب يكون عنده كلب، بس أمي بتحبش تفوت حيوانات على البيت. مسكينة أنتي صبرين ومسكين أبوك، أنتوا اثنين بدكوا كلب وأمك بدهاش. صبرين صبرين، شو عملتي؟ ولا إشي يا زيزو، أمي بتقرف تفوت حيوانات على البيت. جبت لي حوض سمك وحطت فيه كم من سمكي وصرت كل يوم أطعميهن. أوه، ما أحلى ما أحلى الواحد يكون عنده بالبيت سمك. صح أنت يا زيزو، حسيت إنه هذا الإشي حلو، بس أنا ما كنتش حاسة إنه هذا الإشي حلو. ها؟ لا، أنا كنت بدي حيوان أحسمس عليه، أقول له تعالي يجي، وبس أروح من المدرسة ألاقيه يستناني. وأمك ما وافقتيش؟ لا يا زيزو، قالت لي ولا ممكن تفوت حيوان على البيت، بس سمك. صبريان، احكي لي قصة البنت اللي طلبت من أمها تجيب لها فيل. قصدك قصة أريد فيلا. بس أنا حكيت لك إياها يا زيزو. كمان مرة، كمان مرة. تعرف؟ هاي المرة رح أحكي لك إياها عن طريق لعبة الحزازير. شو يعني لعبة حزازير؟ شو يعني حزازير؟ يعني أنا بسألك عن إشي، بحكي لك عنه، عن حجمه، عن لونه، عن شكله، أو حتى ممكن إني أسمعك صوته. ها؟ وإنتي لازم تعرف عن إيش أنا بحكي. طب حذريني حذرية. رح أحذرك، مش بس إنت، كمان إنت يا أولاد. اسمعوا الحذرية مليح مع زيزو، بلكي كمان انتو تعرفوها. طيب. اشي مدور لونه احمر وبناكله. بعرف بعرف. شو يا زيزو؟ التوت. زيزو، التوت مدور. لا، شوف. مش مدور. ما عرفتش. تعرف، بدي اساعدك. اشي مدور ولونه احمر وبناكله وبنحطه بالسلطه. عرفت عرفت عرفت. ايش هو؟ عرفتوه؟ انا عرفت، البندوره. مزبوط، البندوره. شوف. صحيح، البندوره مدوره. شفت؟ كمان حزرية، كمان حزرية. تعرف، رح أحذر كمان حزرية. اسمع يا زيزو، اسمعوا انتو كمان يا أولاد. إشي طويل ولونه أخضر والماما تطبخه. بعرفه؟ شو هو؟ الخيارة. زيزو، الخيارة الماما تطبخها. شوف. هاي الخيارة الماما بتحطها بالسلطة. مزبوط. ما عرفتش. طيب اسمع كمان مرة، اسمعوا انتو كمان يا أولاد. اشي لونه أخضر وطويل والماما بتطبخه، بشبه الخيارة ومش خيارة. لونه أخضر وبشبه الخيارة ومش خيارة. عرفت عرفت. ايش هو يا زيزو؟ الكوسة. صحيح صحيح، الكوسة. شوف. قديش بتشبه الخيارة، كثير. يمكن عشان هيك تخلبطت. مزبوط، ممكن عشان هيك تخلبطت. وإسا يا زيزو بدنا نحكي قصة أريد فيلا عن طريق لعبة الحزازير. ها؟ يعني بدك تلعبي معي لعبة الحزازير؟ مش بس انت، كمان انت يا أولاد. اسمعوا مليح 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 شو الحزازير، بلكي كمان انتو تعرفوا شو الحزرية. طيب، أنا سامع. سامعين؟ إسا رح نبدأ بالقصة، قصة أريد فيلا. يلا.
كان يا مكان كان في بنت اسمها نور. نور؟ نور كانت حابة كثير 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 يكون عندها بالبيت حيوان. ها؟ حيوان؟ يا زيزو. راحت لعند امها وقالت لها: ماما 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 ما. بدي حيوان العب معاه واطعميه. ها؟ واي حيوان؟ قالت لامها: يا صبري تجيب لها. يا زيزو اسا بدي احذرك انت والاولاد، اي حيوان طلبت نور من امها جيب لها اياه. طيب يلا. حيوان كبير كبير كبير؟ من اكبر الحيوانات يا زيزو. هذا الحيوان عنده اذنين طويله كبيرات كثير 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 كبار. ها؟ زي المروحه. اذنين كبار زي المروحه. وكمان عنده انف طويل زي البربيج. انفه طويل. حتى اسمعك صوته، اسمع. هذا مش عارفه انا هذا الحيوان. مش عارفه من صوته. بتعرف يا زيزو رح اقول لك اسا كمان اشي عن هذا الحيوان. حيوان هذا عنده هون بين الطوال حد انفه الطويل. عرفت، هذا الفيل. مزبوط يا زيزو، عرفتوه، هذا الفيل. صبريان، يعني امها لنور جابت لها فيل تربي عندها بالبيت؟ لا يا زيزو، كيف يعني؟ ها؟ لحد شو قالت لها؟ قالت لها: الفيل حقا حيوان جميل، لكنه ضخم جدا وثقيل. طيب ونور شو قالت لامها؟ قالت لها: حسنا حسنا ساغير السبيل، الافضل لي ان ابحث عن حيوان بديل. ها؟ صبريت، شو يعني اغير السبيل؟ يعني قصدها انه تفكر بحيوان جديد، طريقه جديده. وفكرت بحيوان جديد. اي حيوان؟ اسا بدي احذرك انت والاولاد، اي حيوان اسا نور طلبت من امها تجيب لها اياه. طيب. حيوان كبير. طيب. هذا الحيوان ممكن لون فروته بني. بني؟ وممكن كمان لون فروته ابيض. ابيض؟ وهذا الحيوان بوكل سمك وبوكل عسل. سمعيني صوته، سمعيني صوته. سمعيني صوته. اسمع اسمع. سامع سامع صوته. عرفته عرفته عرفته. اي حيوان؟ هذا الدب اللي زيي. مزبوط يا زيزو، هذا الدب. قال يعني نور كانت بدها زي هذا الدب يا زيزو. ها؟ هذا الدب بعيش بالقطب الشمالي، مش زي بعيش عندك بالبيت يا صبرين، صح؟ مزبوط. ها؟ يعني صبرين اما لنور جابت لها دب على البيت؟ لا، كيف يعني يا زيزو؟ الا شو قالت لها؟ قالت لها: الدب ايضا مفترس، قد يلتهمني. شو يعني يلتهمني؟ قصد انه ممكن انه يقولها. طيب صبريان، شو ابوها قال لها؟ ابوها يا زيزو عملها هيك زي ما الدب بيعمل. طيب صبريان، نور شو قالت؟ قالت: حسنا حسنا ساغير السبيل، الافضل لي ان ابحث عن حيوان بديل. شو يعني حيوان بديل؟ يعني قصدها يا زيزو، اسمعوا يا اولاد، شو يعني حيوان بديل؟ يعني حيوان غير الفيل وغير الدب، حيوان غير. وطلبت حيوان غير؟ طلبت. طب قولي لي شو الحيوان. بدي احذرك يا زيزو انت والاولاد، بدي احذركم اسا اي حيوان طلبت نور. اي حيوان؟ اسمع مليح مليح،
عن هذا الحيوان. طيب، حيوان كبير مش قد الفيل ولا قد الدب. طيب، هذا الحيوان في هون حوالي وجهه شعر كثير كثير، اسمه لبد. لبد؟ وبوق الباس لحمة. لحمة؟ ها؟ أي حيوان هاد؟ فكر يا زيزو، فكر فكر يا زيزو. اسمع اسمع صوته. سامع؟ عرفت أي حيوان؟ هذا الأسد. مزبوط، عرفتوه؟ هذا الأسد. يعني كان بدها زي هذا الأسد يا زيزو أمها تجيب لها إياه على البيت. شوف. شوف في حوالي وجهه شعر كثير. هذا مفترس. أنا أول مرة بشوف أسد. شفت؟ كان بدها زي هذا الأسد تربيه عندها بالبيت. صبريان، ويعني وإمها جابت لها أسد تربيه بالبيت؟ كيف يعني يا زيزو؟ الأسد مفترس. طيب شو قالت لها إمها؟ إمها قالت لها: الأسد حيوان مفترس وشرير، الاقتراب من ملك الغابة جدا خطير. ها؟ أنا بعرف شو قالت نور. شو قالت؟ عرفت شو قالت نور؟ يلا قولوا مع زيزو: حسنا حسنا سأغير السبيل، الأفضل لي أن أبحث عن حيوان بديل. مزبوط مزبوط يا زيزو. وفكرت بحيوان جديد؟ طيب حذريني حذريني أنا والأولاد عن الحيوان هذا. اسمعوا اسمعوا يا أولاد، ايه بدك تحذرنا صبرين؟ بدي احذركم، يلا اسمعوا مليح. حيوان كبير. طيب، هذا الحيوان باكل عشب، وباكل بحب ياكل فستق ولوز. فستق ولوز؟ يا زيزو فستق ولوز. وعنده شعر ذيل طويل وناعم. ها؟ وهذا الحيوان بنقدر نركب على ظهره ونروح من بلد لبلد. ها؟ نقدر نركب على ظهره ونروح من بلد لبلد؟ بدك تسمعيني صوته؟ بسمعك صوته. اسمع صوته. أي حيوان هاد؟ تعرف يا زيزو؟ هذا الحيوان احنا بنركب عليه وبنروح من بلد لبلد. فكر مليح. ها؟ اطلع لك صوته انا. عرفت 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 عرفت. اي حيوان؟ هذا الحصان. مزبوط، هذا الحصان. شوف، يعني كان بدها زي هذا الحصان تربيه عندي بالبيت. قديش ذيله طويل كثير. شفت ذيله طويل كثير كثير. طيب صبريان، شو امها قالت لها لنور؟ امها قالت لها: الحصان يحتاج الى مساحة فواحة والى اسطبل مليء بالحشيش لكي يستطيع ان يأكل ويعيش. ها؟ ونور قالت لأمها: حسنا حسنا سأغير السبيل، الأفضل لي أن أبحث عن حيوان بديل. طيب شو صار بعدين؟ زيزو، إسا خلص حكيت لكم عن أربع حيوانات، حذرتكم عن أربع حيوانات، عن الفيل والدب والأسد. مزبوط. والحصان. مزبوط. أكيد أكيد أنت والأولاد تعبتوا وأنتوا تشغلوا عقلكم وتفكروا بالحزرية.
خلص لليوم، المرة الجاي رح نكمل بحيوان جديد من اللي طلبته النور لأمها. طيب إلى اللقاء. إلى اللقاء.
مرحبا، ولسه نكمل الجزء الثاني من قصة أريد فيلا. أوه، عن طريق لعبة الحزازير؟ مزبوط يا زيزو. يلا اسمعوا مليح مليح إيش قصة اليوم. نور طلبت من أمها. بدك تحذرينا أنا والأولاد؟ طبعا بدي أحذركم. يلا. حيوان كبير. هذا الحيوان جسمه لونه بني. بني؟ هذا الحيوان بيقدر يضل بالجوع وبالعطش 3 أيام. ها؟ 3 أيام؟ 3 أيام. وكمان إذا بده يشرب ماي بيقدر يشرب ماي 10 قناني ماي مرة واحدة. ها؟ 10 قناني ماي. زيزو 10 قناني ماي مرة واحدة. وعنده على ظهره زي الجبل الصغير اسمه سنام. ها؟ طب سمعينا صوته، سمعينا صوته. طيب اسمع صوته. اسمع. مش عارف اي حيوان. ها؟ بتعرف يا زيزو؟ كمان بدي اساعدكم. هذا الحيوان بيعيش بالصحراء، شوف. اوه عرفته، الجمل، الجمل. هذا الجمل. مظبوط الجمل. يعني صبرين امها لنور جابت لها جمل تربيه عندهم بالبيت. طلع عليه، شايفوه؟ في على ظهره زي السنام، زي الجبل الصغير اسمه سنام. اسمه سنام. جابت لها؟ لا طبعا لا. تقدر امها تجيب لها على البيت جمال؟ طب شو قالت لها؟ قالت لها الجمل حيوان يحب التجوال، أعتقد أنه سيمل في غرفة الأطفال. ها؟ بعرف بعرف شو قالت نور. أنتوا بتعرفوا؟ يلا يلا قولوا معي. حسنا حسنا سأغير السبيل، الأفضل لي أن أبحث عن حيوان بديل. مظبوط. ها؟ وفكرت بحيوان جديد؟ فكرت بحيوان جديد. طيب حذرينا حذرينا عنه. يلا اسمعوا اسمعوا منيح يا اولاد، فتحوا ذنيكم مليح عشان تسمعوا شو الحذريه. ها؟ طيب يلا انا مفتح ذني. حيوان كبير عندها رقبه طويله كثير. ها؟ من اطول رقبه حيوانات. هذا الحيوان او لما بدها تشرب بتفتح جريها وبتوطي رقبتها يا زيزو وبتشرب. سمعيني صوته. ما عرفتوش انت اي حيوان؟ ها؟ انا بعرف اي حيوان اللي عنده رقبة طويلة 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 كثير. اي حيوان؟ هاي الزرافة. مظبوط. طيب سمعيني صوتها. هي الزرافة يا زيزو بالحقيقة فيش إلها صوت. عنجد؟ شوف هاي الزرافة. ها؟ كيف بتشرب؟ ها؟ كيف فاتحة إجريها؟ وبتوطي رقبتها وبتشرب ماي. أول مرة بشوف زرافة كيف بتشرب. شفت يا زيزو؟ صبريان يعني إما لنور جابت لها زرافة على البيت؟ لا يا زيزو، كيف يعني بينفع تجيب لها زرافة على البيت؟ ها؟ طيب شو قالت لها؟ قالت لها للزرافة عنق طويل قد يصل السقيفة. يعني قصدها بيصل على السقف فوق 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 فوق. مظبوط. شو قالت نور لأمها؟ يلا بتعرفي شو قالت نور؟ أنا بعرف. حسنا حسنا سأغير السبيل، الأفضل لي أن أبحث عن حيوان بديل. مظبوط. وإسا فكرت بحيوان جديد غير الزرافة؟ طيب صبرين حذرنا شو الحيوان؟ طيب حذركم، حيوان صغير لونه أبيض وأسود. أبيض وأسود؟ هذا الحيوان بيعيش بالبلاد اللي ملاني ثلج. وكمان بظل واقف وحامل البيضة هيك بحضنه عشان يدفيها بفروته. ها؟ طب سمعينا صوته. اسرع سمعك صوته. استنى شوي اسمع يلا.
عرفت 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 أي حيوان. أي حيوان يا زيزو؟ هذا البطريق. مظبوط البطريق. نور طلبت من أمها تجيب لها بطريق على البيت. شو قالت لها أمها؟ شوف قال يعني بدها زي هذا البطريق. ها؟ كيف هيك بمشي على الثلج؟ ببرودش؟ لا ما هو جسمه مغطى بفرو. اه كيف بعمل براسه؟ بتزحلق على الثلج. شفت؟ اه واما شو قالت لها لما قالت لها بدها بطريق؟ اما يا نور صارت تضحك وقالت لها سنقترح على البطريق ان يعيش في الثلاجه في رف التجميد. اه اما ضحكت عليها؟ لا يا زيزو مش انه ضحكت عليها، ضحكت على الفكرة تاعتها كيف انه تحط البطريق بقلب الثلاجة. اه طيب نور شو قالت لأمها لما ضحكت؟ نور قالت لأمها خلص تقدر تضحكي على الأشياء اللي أنا بطلبها منك، أنا بدي أجيب حيوان على البيت أربيه. ها وأمها شو قالت لها؟ قالت لها هيك يا زيزو أنا ما ضحكتش عليكي، أنا ضحكت بس على الفكرة إنه أنت بدك بطريق، الفكرة إنه نحط البطريق بالثلاجة، على هيك أنا ضحكت. آه وشو صار بعدين؟ أمها يا نور، أم نور وأبوها اطلعوا على بعض يا زيزو، طيب؟ وقالوا لنور بدنا نجيب لك كلب صغير. كلب؟ يعني شو قالت نور؟ نور انبسطت كثير كثير وقالت إيه انا بالحقيقه من الاول كنت بدي كلب. ها صبرين جابوا لها كلب؟ اه الا جابوا لها كلب، مش هني قالوا لها تجيبوا لها كلب؟ جابوا لها كلب. جابوا لها كلب صغير يا زيزو. اوه ما احلاه، حلو كثير. شايف ما احلاه؟ صبريان طيب جيبي لي انت كلب نربي عنا بالبيت. لا يا زيزو بنفعش. ليه؟ لانه انا عندي اولاد وبهتم باولادي، والكلب بده عناية كثير، لازم كل يوم الصبح اطلعه برا وامشيه، ولازم احممه واطعميه، بده رعاية كثير، وانا بقدرش اهتم فيه واهتم بولادي. اوف كمان انت يا صبرين بدكش كلب فوتي على البيت؟ كيش حيوان؟ لا يا زيزو مش انه بديش، بتعرف بلكي لما ولادي يكبروا وبطل بده الرعاية كثير نجيب كلب على البيت. اه طيب شكرا. وهيك حكيت لكم قصة اريد فيلان عن طريق لعبة الحزازير، بتأمل انكم استمتعتوا. الى اللقاء الى اللقاء.